طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي ببذل جهد إضافي في المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ماي حذرت النواب البريطانيين من أن رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع المقبل قد يعني أن البلاد لن تخرج أبدا من التكتل. لا تنازلات حتى الآن حصلت عليها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن معضلة الخروج منه. البريكزيت في طريق مسدود مع اقتراب موعد تصويت نواب البرلمان البريطاني على قبول صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويزداد الأمر غموضا مع خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. الأسبوع المقبل سيواجه نواب البرلمان تصويتا مصيريا على قبول صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي أو رفضها. إذا قبلوها سنغادر الاتحاد الأوروبي، أما إذا رفضوها فلا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحصل. يمكن أن نظل في الاتحاد مدة أشهر معدودة، أو أن نغادر دون صفقة، أو لا نغادر على الإطلاق. رئيسة الوزراء البريطانية ترى أنه من مصلحة الأوروبيين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد باتفاق، إلا أن ذلك مرهون بقرارات حاسمة سيتخذها الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، وسيكون لها تأثير مهم في نتيجة التصويت. لندن مصممة على تجنب إعادة الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية إحدى مقاطعات المملكة المتحدة، ولهذا تؤكد ماي ضرورة الحصول على تضمين الاتفاق تغييرات ملزمة قانونيا في بنود شبكة الأمان الأيرلندية. الأوروبيون بدورهم أكدوا في مناسبات عدة رفضهم إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الذي وقعت عليه 27 دولة مع ماي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وضع معقد في مسألة طلاق المملكة من الاتحاد الأوروبي، ففي حال صوت النواب البريطانيون على رفض الاتفاق فإن موعد الخروج من الأسرة الأوروبية نهاية مارس آذار سيكون بلا اتفاق أو سيبقى مجرد حبر على ورق. ولتعليق على هذا الموضوع معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي طارق نعيمات. أهلا وسهلا بك. أهلا أستاذ بك. طارق، وكأنه هذه المرة هناك نبرة تهديدية في كلام ماي، خيار عدم الخروج أبدا من التكتل بات يعني واضحا في خطابها. هل فعلا نستطيع القول أنها وصلت إلى طريق مسدود مع الاتحاد الأوروبي؟ هي نبرة ماي نبرة تخويف أقرب منها التخويف للقواعد الشعبية التي صوتت للبريكزيت. هل يمكن أن يفشل التصويت وأن لا يحدث الخروج؟ الأمر ما زال في صيغة في رسم الإجابة، لأنه متوقع أن يرفض البرلمان التصويت. هنا سيكون هناك سيناريوهين. السيناريو الأول، إما أن نذهب إلى استفتاء ثاني، وهذا لن يحدث مباشرة لأن هناك بعد التصويت الأسبوع القادم في تصويتين، واحد من التصويتات يقول بأن نذهب إلى مسار تأجيل البريكزيت، وهذا على الأغلب الذي سيحدث. البريطانيون ليسوا جاهزين، ليس مجمعين على سيناريو واحد للبريكزيت، والاتحاد الأوروبي شروطه واضحة بهذا الخصوص، ولم يعطي في المفاوضات التي انتهت الأربعاء أو انهارت اليوم الأربعاء أي فرصة لماي لكي تعدل ما يتعلق بالحدود مع أيرلندا الشمالية. نعم، يعني قبل الذهاب إلى هذه السيناريوهات أستاذ طارق، يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هل فعلا لن يكون هناك أي مجال فعلا للتغيير أو لوضع على الأقل مدة زمنية لخطة المساندة الإيرلندية؟ لأنه للاتحاد الأوروبي أيضا مصلحة في الخروج باتفاق مع بريطانيا، ليس كذلك؟ صحيح، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يجعل الخروج سهلا لبريطانيا، لا يريد أن يفتح الباب للقوميات في بلاد أخرى مثل قومية الباسك في 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 إسبانيا، ويفتح الباب على مصراعيه للخروج من الاتحاد الأوروبي. البرلمان وماي يعني لم يكونوا أصلا مستعدين، لم أحد يكن يتوقع أن تحصل الاستفتاء، لم يكن أحد يتوقع أن ينجح الاستفتاء. وعندما نجح الاستفتاء لم يكن أحد يملك خطة، لا مؤيدين البريكزيت ولا حتى معارضين البريكزيت. ولذلك المشكلة أن البرلمان أصلا هو كله كان أغلبه ضد خروج الاتحاد من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك أقلية التي تخاف منها، ماي، الأقلية التي دفعت ديفيد كاميرون قبلها لكي يذهب للاستفتاء، اللي هم صقور الحزب المحافظين، هذول تقريبا 90 إلى 100 صوت. أي نعم ليسوا أغلبية، ولكنهم
صوتهم عالي، مؤثر منهم مثلا وزير الخارجية السابق جورج بولسون. يعني برأيك لم يتغير الشيء الآن منذ التصويت الأول إلى التصويت الثاني الذي سيحصل يوم الثلاثاء المقبل، حتى الضغوط داخل حزب المحافظين لعدول البعض عن رفضهم لن تفلح؟ لا لم يتغير. الوحيد الذي تغير أن 11 أو 12 نائب تقريبا شقوا من الحزبين، من حزب العمال وحزب المحافظين، لكي يشكلوا ضغطا على الحزبين للتوصل إلى بريكزيت. ولكن بالنسبة لموقف ماي لم يتغير، بالعكس أنا أتوقع الآن ضعفت يعني ماي أكثر، لأنه التصويت الهزيمة كانت الأولى، أما هزيمة ثانية ستقضي على ماي تقريبا يعني. إذا تصويت يوم الثلاثاء وتصويتين يوم الأربعاء والخميس. أستاذ طارق نعيمات الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.